السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائنا في الله ومتابعينا الكرام، معانا طابعة إبسون ال 3251، تستخدم حبر 103، حبر 103، خزانات. طبعا الطابعة دي في مشكلة، في انسداد في الرؤوس بتاعتها، في بعضهم بيواجه بعض المشاكل لما بيجي يفتح الطبعة ما بتفتحش معاه. احنا كل ما علينا احنا بنعمله في الطبعة، طبعا بيبقى فيها ليفل اللي في الجانبي ده، عندي هنا قفل الإغلاق اللي هنا بيبقى مغلق، بيخلي لك الباب السكانر اخره كده ما يفتحش. لا انت يا باشا بتيجي هنا من ناحية القفل، تجيبه ناحية اليسار كده أو اليمين وتفكه بكل أمان وتفتحه زي كبوت العربية كده. الموديل ده هو الوحيد اللي فيه القفل، يعني هو الوحيد اللي فيه القفل اللي فوق ده، نفس القفل ده. دي بالنسبة لفتح الغطاء. نخش بقى على التنظيف. جزء اتنين، بنجيب نشاف او منديل كده بنطبقه بالشكل ده ونحطه تحت الهيد اهو. ده جزء تنظيف الرؤوس، في حال لو طبعت ولقيت الرؤوس يعني الالوان مش طالعه مظبوطه، ده شغل ممكن تظبطه عندك في اي بادوات بسيطه خالص. هنحط المنديل كده عشان لما نيجي نعمل التنظيف يبقى زي مخده كده للمحلول اللي هينزل اللي هنضخه جوه الرؤوس. مررناها كده بالشكل ده، اصبح المنديل تحت ماسك الرؤوس تمام. بنجيب مياه دافيه مع مخلوط المحلول عشان لو في اي رواسب ولا اي حاجه تطلع اهو. بنظبط الفتحه بتاعتنا دي على قد البنات، لو مثلا ضيقه ولا حاجه بنفك كده وتبدا توسعها وتخش يا جميل، بتسمي ده تغرزها فيها كده بالروح، مفيش اسهل من كده طبعا. حلو، ونبدأ ان احنا نضخ المحلول بتاعنا. نرفع من هنا سنة كده عشان الضغط ما يقفلش المسام، ونبدأ نضغط كده. بسم الله، حسيت انه بيسحب معانا، بدأ المحلول يتدفق جوه الرؤوس. قبل ما نطلع نسحب سحبة لبره، دخل لها ونحس، شفت التدفق، التدفق قدامنا. طبيعة الحال باقي الفتحات لازم المحلول يتدفق فيها، وتحس وانت بتضغط ان هو فعلا بدأ ان هو يدخل جوه الرؤوس وبدأ يفتح معايا المسام. غير ذلك يبقى الرؤوس لازم تتغير، او ان احنا نمشي على الطريقة التانية اللي هي المرحلة التالتة، وهي ان انت تطلع الرأس بره. طبعا احنا مصورين فيديو قبل كده ازاي تطلع الرؤوس بره الخارجية، بتحط الرأس في محلول من غير ما توصل، بس دي تبقى خطر شوية على البوردة بتاعة الرأس، ممكن تحرق لك البوردة. يعني الحركة دي احنا مش بنعملها خالص، انا حتى نفسي مش باجي جنبها خالص، يمكن اخر حاجة بكون حريص جدا وانا شغال في الرأس، لان في بعض الرؤوس زي كده بيوصلها المية، المشط بتاع الواير اللي ماسك اللي متصل للرأس طبعا ده بيعمل زي قفلة لما بيوصله محلول او مية او كده او حاجات مش تقدر تنشفها، اول ما تشغل طبيعتك بيعمل لك قفلة ويحرق لك البوردة بتاعت الطبع، فلازم ناخد بالنا من الموضوع ده. احنا بنكمل الطريق بالشغل التقليدي كده اهو. بسم الله، مرحلة مرحلة كده اهو، المحلول كله اتدفق تمام.
يعني في حاجة كمان برضو بتسهل عملية التنظيف، هوضحها برضو لحضرتك. سحبنا المحلول بتاعنا، أكتر اللي بيسألني على المحلول يا جماعة، المحلول مش يعني مش هاكر ولا حاجة يعني، ولا أسرار ولا بتاع. المحلول ده لو جبت الأسيتون بتاع تنظيف الأظافر، أي حاجة بتفكك الشحوم أو الحاجات دي بتقدر تستخدمها، بس انت بتخلطها بشوية مية سخنين او حارين عشان الرواسب تقدر تتفتت معاك بسرعة يعني. وتكمل يا باشا، ادي اللون الاسود تمام، ضخ معايا حلو. انا خلصت ضخ بالمية الحار مع المحلول. بعد ما اخلص باخد جزء كده محلول صافي من غير مية حار، يعني محلول بس، بيديها واحدة كده ايه تمشية عشان الأمور تكون متظبطة أكتر. أهو سحب وكمل يا حبيب قلبي، بيديها واحدة إعادة كده، والإعادة فيها الإفادة أهو. ضخينا اللي بعده، ما تشغلش طبقتك على طول طبعا، وتنشف كويس الرؤوس، لازم ما تسيبش أي بواقي مية ولا أي ولا محلول ولا أي حاجة من الكلام ده. بعد كده مرحلة تنشيف، نشف كده طبعا. انا هحط لكم ارقام الطبقات اللي بتشتغل، اللي هي الحديثة بتاعت الابسون زي 4150 4160، كل واحدة ليها طريقة في فتح بتاع الغطا بتاعها يعني، بس النتيجة كلها زي بعض يعني، كل الطبقات نفس الهدف اللي هو تنظيف الرأس، كلهم زي بعض نفس الشكل يعني. اللي حابب اللي عنده أي طبقة طريقة تنظيفها، اللي هي الأربع ألوان أو الست ألوان، كلهم زي بعضين، مفهمش أي اختلاف عن بعض. أهم حاجة أنت توصل تضخ المحلول بشكل كويس ومظبوط وتبدأ تشتغل. يعني أنا بقسمها مراحل، المرحلة الأولى بعمل إيه؟ بأطبع تيست أو عملية تنظيف من كمبيوتر، مظبطتش معايا ببدأ أفتح الكفر بتاع الطبعة بتاعي، أحط المنديل وأدخل المحلول بتاعي، ظبطت معايا في التنظيف تمام. بعد كده بمسك الكاسيتات وأتأكد إن في الخزانات فيها حبر، الخزانات أهي، أتأكد إن فيها حبر، وأجيب الأنبوب التاني نظبط كده وابدأ اسحب عشان لو في اي انسدادات هنا اقدر ان انا احلها كده، واسحب. سحبت معايا وطلعت معايا حبر، يبقى كده امورها تمام. ولازم بفرغ الهواء يعني، واضحة زي دي كده، بضغط اهو وابدأ اسحب. سحبت معايا، فرغت الهواء وحبيت الكاسيت نفسه حبر تمام اهو. لو ما سحبتش معايا اشوف الانسداد فين واظبطه وافك الانسداد اللي فيه. لو في انسداد في الكاسيت نفسه بفك الماسوره من هنا وابدا اضخ له ميه حار وافك الانسداد اللي فيه. المواسير طبيعه الحال كده يعني، بالنسبه للانسدادات تقدر ان انت تحلها يعني، سهل خالص اهو. بنحط سحبت معايا مرة كمان كده، خلصت الأربعة، غيرت من طلعت منهم فرخت الهواء. بنحاول نسهل الموضوع بقدر الإمكان، ما فيهوش أي تعقيد ولا جغرافيا ولا أي حاجة. أهو أرجعهم مكانهم تاني،
كده خلصت مرحلة الرأس. بعد كده في المرحلة بتاعت صندوق الصيانة، يعني أنا واخدها خطوة خطوة، وده بينطبق على جميع الموديلات بتاعت ال HP بتاعت الإبسون أهو، ده كلهم زي بعض، تشتغل نفس الشغل ده أهو. في حاجة تانية كمان أعلمها لك، بحيث إن أنت تضمن العملية 100%. تخرج دي خلاص كلها حبر أهي للتنظيف، ترميها وتتأكد إن مفيش أي بواقي منديل تحت الهيد، تنشف طبعا مكان المحلول بتاعك كده كله يتنشف كويس اهو. طبعا عندي هنا الخزان تبع الفويز اللي هو عشان تتأكد ان الحبر بيطلع. الماسورة دي احنا بنطلعها وبتديها اوردر من الكمبيوتر، تخش على اجهزة الطباعات وتفضل الطباعة والصيانة وتعمل لها عملية تنظيف فعال، وتخرج لي الماسورة دي، تخرج الماسورة دي وانت مديها امر التنظيف، وتبدأ تسحب الفايز منها وهي بتعمل عملية تنظيف، وهي شغالة عملية تنظيف، سحبت معاك وطلعت من الهيد عشان تفرغ كل الهواء وتتأكد ان العملية بتاعتك كملت بنسبة 100%. تمام، انت بتديها واحدة فعال واتنين عادي، لان الفعال مش بيبقى متاح معاك غير 24 ساعة، كل 24 ساعة. طيب بعد ما عملت الفعال، انا بقول لك تعمل فعال مرة واحدة ليه؟ انك لو استخدمته اكتر من مرة بيستهلك معاك صندوق الصيانة الخلفي، ويقول لك غير الوسادات والكلام ده، هتحتاج برنامج عشان تعمل ده ريسيت من جديد، فبعضهم مش هيبقى عندهم البرامج بتاعت الريسيت، فهيبقى الوضع اتأزم معاهم اكتر وتصعب اكتر. تمام، فان شاء الله كل حاجة وليها حل عندنا الامر باذنك انت رب. طيب انا خلصت كده التنظيف بتاعي، اقفل الطبعة بتاعتي، الكفر اهم حاجة، التنشيف نشفته كله، لان ده كله هيطلع لك مع الورق في الطباعة. انا خلصت اهو، قبل ما اقفل او قبل ما اقفل انزل الكفر بتاعي واقفل الطبعة، باجي من عشان ما استهلكش من صندوق الصيانة. ده صندوق الصيانة، السفنجة اللي انتوا بتحكوا عليها اهي، ده السفنج، ودي الماسورة اللي بتنزل الاوساخ جوه السفنج. وقلنا مليون مرة لو جابت لك رسالة تغيير الوسادة مش معناها ان انت بتغير الوسادة نفسها، لا اهو، يبقى معناها ان هي عايزة تعمل برمجة او اعادة تهيئة او تنزل لها سوفت وير زي ما بيقولوا اهو. تشتغل عادي، ده ممكن تشيلها وتحط مكانها قطن او شاش او اي حاجة، مش مشكلة خالص. دي طبعا انا بطلعها بره كده على جنب، وبجيب علبة فاضية زي دي وبحطها في عملية التنظيف عشان السفنجات بتاعتي ما تتوسخش اهو. هنشوف مع بعض الكلام ده. اقفل الطبعة بتاعتك اللذيذة، متقفلهاش تقفل خالص عشان هنحتاج، عشان لو حد احتاجت ان انت لو منزلتش الفايز وانت بتعمل تنظيف يبقى ديت في انسداد هنا، لازم ان انت تحط فيه الانبوب زي كده وتبدأ تسحب وتفك الانسداد بتاعه المواسير. احنا هنقفل الدنيا دي كده اهو،
نشغل طبيعتنا. طبعا انا شغالها عادي لكن عشان انا منشف منشف المحلول كويس ومظبط اموري. قفلت الطبعة بتاعتي. بسم الله نبدأ نشغل الطبعة. لو اديتنا سوفت وير ننزل لها السوفت وير مفيش اي مشكلة عشان نكمل عملية التنظيف. في طبعا احنا مصورين برضو فيديو في ازاي تعمل تنظيف من الكمبيوتر. طبعا هو يعني امره سهل يعني. لو احتجت الطريقة على نفس الفيديو ده بعمل لك منشن عليه ان شاء الله. انا وصلت الطبعة بتاعتي ده كله عشان اوصل لأشوف خزان هينزل معايا حبر ولا ايه الدنيا فيه. طبعا شغلتها بعد عملت التنظيف بالشكل ده. لقيت عندي اللمبات بتنور كده بعد ما خلصت التنظيف بتاعي. لقيت عندي اللمبات بتنور. هنعمل ايه؟ ندخل على كويس ان هي كانت معايا كده عشان تبقى الامور كلها مرة واحدة. ندخل على الكمبيوتر ونشوف الامور فيها ايه. ندخل على مرحلة الكمبيوتر. شوف يا عزيزي ندخل على طبعا لوحة التحكم زي ما انا معرفكم. عرض الأجهزة والطبعات عند الطبعة بتاعتي اهي. كليك يمين تفضيلات الطباعة. لو ما ظهرش معايا الصيانة وباقي الخصائص بتاعة الطبعة يبقى لازم تنزل التعريف بتاعها او الاسطوانة اللي عندك وتعرف الطبعة بتاعتك. طبعا انا بنزل التعريف كده اهو بعرفها. بنزل عشان انزل البورتبل الخصائص بتاعت الطبعة عشان اشوف اللمبات اللي بتنور. طبعا هي بتبقى ريسيت السوفت وير لان هو بتبقى فيه انسدادات ويبدأ يشتغل بشكل مستمر على التنظيف الفعال كل يوم فبتقفل معاك. بتحتاج سوفت وير. هنشوف كل الكلام ده دلوقتي معانا على الكمبيوتر بعد ما نعرف. احنا بنحاول نبسط الموضوع على قد ما اقدر بحيث تقدر ان انت تشتغل شغل منزلي فعذرا لو في بعض الفيديوهات في حاجات كتير ما تبقاش واضحة ولا حاجة فبقدر الامكان بحاول ارد على حضراتكم. طيب هنشوف التعريف نخلص ونرجع لحضراتكم تاني. بعد ما خلصنا التعريف بتاعنا ندخل على طبعة كليك يمين تفضيلات الطباعة تاني. تلالي خصائص اهي صيانة. ندخل على ستاتس مونيتور عشان نشوف المشكلة اللي عندنا ايه. قال لي هنا وصلت وسادة امتصاص حبر الطبعة الى نهاية فترة الخدمة لها يرجى اتصال بقسم الدعم التابع لابسو. طيب الرسالة دي عشان نأكد تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر. دايما بيجي لي تساؤلات كتير على الوسادة دي بالذات. يا جماعة مش معنى ان هي الرسالة دي جات لي ان هي عايزة تغير سفنجة. دي سوفت وير عايزة تنزل الطبعة سوفت وير عشان تبدأ تشتغل معايا تاني. بتنزل السوفت وير بتاع الطبعة وتعملها إعادة تهيئة وتبدأ تشتغل معاك من جديد. خلاص دي حاجة وانتهينا منها وعرفنا العيب اللي في الطبعة ايه. بعد كده عرفنا ازاي ننظف الطبعة. عرفنا ازاي نشوف مشكلة اللمبات. ندخل على ايه بقى على البرنامج بتاعنا عشان نعمل الريسيت. طبعا البرنامج عندي انت بتنزله البرنامج. ادي البرنامج بتاعي. بس قبل ما افتح البرنامج اول حاجة بعملها بدخل على الحماية. لازم اقفل الحماية عشان بيحذفها لي لان عليه اوتو رن
كده انا قفلت الحماية بتاعي، افتح البرنامج لانك لو ما عملتش الحماية ده هيتمسح من عندك. ده الملف المهم بتاع التحديث اللي هو adjustment، عندي باسورد ادي الباسورد بتاعي بعد ما فتحت البرنامج بتاعنا اهو. الملف عندي عشان فتحته من غير ما اعمل الحماية بدأت ان انا اجيبه من الملف المضغوط تاني عشان يفتح معايا. ادي البرنامج اسمه adjustment، عندي عليه مجموعة طبقات بختار الطبقة بتاعتي انا عايز اعملها سوفت وير كده، خلاها اوتو اوكي، واجي هنا على adjustment، خش على الويست انكباد اوكي، اعمل شيك جابت لي 100%، اخدها وبعدين انلايز اوكي، ادي في الطبعة اشغل تاني، اطفي الطبعة بتاعتي واشغلها تاني. بعد الموافقة بعد ما تنفذ الطبعة شغلتها تاني ادتني كده خلاص فينيش. نطلع من كل الكلام ده وروح على المونيتور، شغل الطبعة بتاعتي رجاء الانتظار. تجيلك يا جميل الطبعة جاهزة بالشكل ده. طيب خلصنا الأمور دي، طبعتنا جاهزة، ندخل على مرحلة التنظيف كده، التنظيف الفعال عشان نشوف الحبر هينزل من الفوهات من الخزان ولا لا. التالي دي طبعا أنا بديها مرة واحدة بس فعال أهو، ندخل على الطبعة بتاعتي نزل معايا ويبقى شغلنا كله صحيح 100%. لو ما نزلتش معايا حبر يبقى انا زي ما علمتكم بنجيب انجكش الماسوره اللي هي بتاعت السحب وهي بتعمل التنظيف، نسحب عشان نساعد مضخه السحب ان هي تطلع لي الفويز بالشكل ده. خلاص كده انتهينا من التنظيف من والى، إلى اللقاء في فيديو تعليمي تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.